السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة هواة طيور الزينة. لو لسه أول مرة بتتابعنا انزل اعمل لايك للفيديو واعمل شير واعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة هنتكلم عن شوية نصايح مهمة لمربي الكوكتيل لازم تعمل بيها عشان تاخد انتاج كويس من طيورك وتوصل لمرحلة الاحتراف في تربية الكوكتيل. أولا كده لازم تختار قفص حجمه مناسب، وده بيكون مقاسه عبارة عن 50 سم ارتفاع مع عرض 45 سم في 35 سم عمق. ما تقللش عن المقاس ده عشان كل ما وسعت الكوكتيل كل ما تستفاد منه اكتر. هتحط في القفص ده وقفه خشب مش بلاستيك، لان لو قفل بلاستيك بتعمل مشاكل في عمليه التخصيب. لو ما لقيتش بقى ممكن تجيب عصايه مقشه او فرع شجر تخين قطره كبير في حجم قطر عصايه المقش عشان يكون محكوم في وقفه الطيور عليه اثناء التخصيب، تعرف تاخد منه اعلى انتاجيه. وتجيب مأكله ومسقه فخار حجمهم مش كبير، يكون حجمهم متوسط، وتحطهم في ارضيه القفص. اما بقى بخصوص الاكل فهتجيب كيلو فلارس مع ربع كيلو بلكم مع نص كيلو لب عباد الشمس مع ربع كيلو كرتم وتقلبهم كويس جدا وتقدم منهم للطيور. اما بقى بخصوص البياضه او العش، ايا كان البلد اللي انت فيها او بيتقال على البياضه ايه او العش ايه، هتجيب عش كبير ومقاسه الطول بتاعه 35 سم في عرض 20 في ارتفاع 20، ويفضل يكون بدرج خشب عشان يبقى سهل تنظيفه واعاده ترتيبه تاني. وهتفرشه بنشارة وما تحطش كتير، يا دوبك طبقة عبارة عن سنتي ارتفاع من الخشب. وتجيب الزوج عبارة عن ذكر وأنثى. لو حضرتك أول مرة تربي أو ما عندكش خبرة في موضوع الذكر والأنثى ده، فلازم هتروح تشتري من حد خبرة، يا إما بقى واحد صاحبك يا إما محل قريب منك. المهم تجيب حاجة تكون ذكر وأنثى وتكون شفت زغاليلها أو من محل ثقة جنبك، ولو عشان لو طلع فيهم حاجة تعرف ترجعهم أو تبدلهم على الأقل. وهتعلق القفص ده في مكان هادي جدا ويكون مثبت كويس بحيث ما يتحركش من مكانه حتى لو الطيور اتحركت جواه، ويكون ثابت على الحيطه وبعيد عن الاطفال والحيوانات الاليفه. يعني مثلا ما يكونش عندك قطه او عندك اي حيوان اليف في نفس المكان اللي فيه القفص. القطه كل شويه تقعد تنط على القفص وتفزع على العصافير، حضرتك عاوزهم يبيضوا ترجع تقول العصافير ده ما بتبيضش ليه، انت اللي حاططهم في مكان غير مهيئ. الكوكتيل طبعا بيتفزع من اي حاجه ومن الضوضاء، لازم المكان يكون كمان فيه اضاءه بسيطه بالليل. يعني لو بتربي في غرفه مغلقه هتخلي الاضاءه قويه بالنهار وتغير اللمبه بلمبه ليد 3 واط بالليل، وما تحاولش كل شويه تخش وتفتح البياضه وتشوف بيضوا ولا لا، او كل شويه واقف لهم، لان الكوكتيل بياخد وقت على ما يولف على المكان. كل ما كان المكان هادي كل ما بيولف على المكان اسرع، فلازم انت توفر له جو هادي جدا عشان ياخد على المكان بسرعه. لو عملت كده بإذن الله هيولفوا على المكان بسرعة، وتخش بقى على المرحلة التانية وهي اللي بتعرف منها ازاي الكوكتيل بدأ يجهز العش. حضرتك هتلاقي الذكر يدخل العش الأول يبص عليه وبعدين يجهزه، وبعدين هيشيل النشارة الزيادة منه ويرميها في أرضية القفص. فأنت ما تقلقش، لو لقيت نشارة مرمية في أرضية القفص أعرف كده إن الذكر بدأ يخش جوه البياضة. هيقعد بقى هو جوه البياضة يغرد للنتاية عشان تخش له. وطبعا الفترة دي أنت محتاج تحط فيتامين إيه سيلينيوم. هتحط ايه سيلينيوم في الفتره دي 5 نقط على المسقه لمده 5 ايام متواصل، وهتزود بقى الهدوء حبتين في المكان عشان تكسب بيض كامل مخصب باذن الله. وعند فقس الطيور لازم تهتم بالاكل الطري عشان تتجنب ظاهرات الافتراس اللي بتحصل بالكوكتيل، لانه بيكون محتاج بروتين عالي عشان ياكل هو يستفاد ويفيد زغاليله. فهتزود الاكل الطري اللي هو عباره عن ذره عوجه مع غله مع شعير مع ذره صفراء، يا اما تنقعهم لمده 24 ساعه وتحط منهم للطيور، او انك تسلقهم على النار وتستنى يبرد وتحط منه للطيور عادي. كمان حضرتك هتزود جرعه البيض بالبقسماط اللي بتقدمها لهم، يعني هتخليها كل يوم اول ما الزغاليل تفقس كل يوم هتعمل لهم بيض بالبقسماط عشان الزغاليل تاخد بروتين عالي ويبقى ريشهم قوي ويبقى عندهم صحه كويسه ومناعتهم عاليه، عشان الكوكتيل بيجي عليه وقت لو مناعته مش عاليه الزغاليل بتموت. وهسيب طبعا لحضراتكم في صندوق الوصف رابط فيديو الاكل البديل للفلارس والبلكم، وده عباره عن الاكل الطري اللي بيحتاجه الكوكتيل فتره التحضين للزغاليل، وكمان فيديو الفيتامينات اللي بيحتاجها اي هاوي عشان ياسس طيور كويسه ومحترمه للموسم الجديد. ولو حصل وظهر عندك حالات افتراس او تمليح من الاهالي للزغاليل او من احد الاهالي للاخر، ما تقلقش كل حاجه وليها علاج. وهنسيب لك برده في صندوق الوصف رابط علاج التمليح عند الطيور، وفي شرح وافي هيحل معاك المشكلة دي وهيخليك بإذن الله تربي كوكتيل حتى لو ظهر عندك تمليح هتستفاد منه لأعلى درجة. كده كده أهم حاجة تمشي على الفيتامينات وعلى النصائح اللي احنا قلناها في الفيديو، هتاخد إنتاج عالي وهتتعامل مع الطيور عادي جدا الكوكتيل كأنه استرالي خالص. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل شير للفيديو واعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.